صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث. اليوم الاربعاء 1 شباط 2012، بيسرنا اني ارحب بضيفي باستوديو عضو تكتل التغيير والاصلاح سعاده النائب علي عون. صباح الخير استاذ علي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اليوم يمكن البلد كله مخضوض فيكم كتيار وطني حر وكتكتل تغيير واصلاح. تعودنا. لا، الحروب الصغيره اللي هيك شامينه بين بعضكم، انتم عم تكونوا مبادرين الى الهجوم وهن عم بيكونوا مبادرين الى الدفاع عن نفسهم. بلشت تظلمينا من اول الحلقة. هلا بطلنا نعرف مين الظالم ومين المظلوم، هذا حنجرب نطلع بنتيجه انا وياك بهالحلقه. طبعا كل ما يدور على الساحه وانتم دائما محوروا بالكهرباء، محوروا بالاتصالات والداتا، محوروا هول وزرائكم. بالكلام يلي عم يطلع من منبر الرب يبعث تكتل التغيير والاصلاح من جنرال ميشيل عون، ويلي كمان دائما عم بشكل ماده لكل الجمعه سجاليه، كمان انتم محوروا، فلوين بدكم توصلوا بالاخر؟ رح نجرب نحن وياك بركه نطلع بنتيجه اليوم، اضافه الى كل الشجون والشؤون الداخليه سياسيا وامنيا وغيرها. امبارح كمان كلجنه متابعه منبثقه عن بكركي كان عندكم لقاء مع حزب الله مع نائب محمد رعد، كمان نشوف لوين وصلتوا بموضوع قانون الانتخاب. نازلين في تظاهره اليوم ولا لا؟ لغيتوها؟ هلا بنشوف كمان بهيدا بهيدا الاطار. ما تحددنا اصلا، بس حكيتوا بالموضوع شو تراجعتوا؟ يعني نحن بنعمل موبيليزاسيون بالاول في حال اضطرينا، بس اذا ما اضطرينا كانت جسة نبض يعني؟ بتشوفوا اذا الشارع بأيدكم ولا لا؟ انت بتعملي نوع من تعبئه معينه، واذا عزتي انه اذا عزتي تتظاهري، واذا ما عزتي ما بتروحي للاخر. على كل حال يبدو انه هذه السياسه متبعه عندكم بكثير من الملفات، كمان رح نحكي عنها، وطبعا الشان الاقليمي وسوريا يلي هو شان اساسي، ورح يكون عندنا مداخلات ايضا في سياق هذه الحلقه من لبنان ومن سوريا للوقوف على اخر الاراء حول امبارح الشيء اللي صار بمجلس الامن ويلي وصل الى لا قرار، يعني بعد ما عرفنا شو قرروا بمجلس الامن. خلينا نقوم بجوله اخباريه سريعه مع زميلي كلارا شحان، نعود بعدها ونبدا بالحوار. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وابدا الحوار مع ضيفي عضو تكتل التغيير والاصلاح سعاده نائب علي عون. اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا فيك. عضو تكتل التغيير والاصلاح، هلا صار عندك اسم جديد، صرت عضو تكتل الافساد والتدمير بحسب بيان كتله تيار المستقبل امبارح، هيك صار اسمكم، شو رايك؟ تمام. موضوع ما بيستاهل الرد يعني. ليه ما بيستاهل الرد؟ بيستاهل النقاش. النقاش اكيد، يعني اليوم اول شيء يعني لك مين عم يحكي مثل ما بيقولوا بالاول، لنبلش من هون. لنبلش من هون. يعني من هو مسؤول عن حقبه طويله عريضه على مستوى الحكم وكل ما حملت من تراكمات وتداعيات ونتائج، يعني على صعيد هدر المال العام وعلى صعيد الديون وعلى صعيد الافلاس وعلى صعيد هذا، على صعيد الصفقات، على صعيد كل ما يعني تبين بالوقائع وليس فقط بالكلام السياسي. على مستوى نتيجه كل تلك المرحله، معلش يعني هن ما فيهم يجوا يعني هلا يدعوا العفه. وعلى كل حال بعيدا عن كل تلك السجلات حتى ما نضل هن يحكوا ونحن نحكي، نحن عم نقول لهم في معادله بسيطه تفصل بيننا وبينهم، هو القضاء. بيحط ايده على تلك الوقائع وهو بيقول اذا مين مسؤول ومين مش مسؤول، مين متهم ومين بريء. تؤمنون بالقضاء؟ يعني بنضل نؤمن الى حد كبير مش ايمان، ثقه، تثقون بالقضاء؟ اكيد الثقه متفاوته، وما فينا نقول انه كل القضاء بالذات يعني، وهيدي من دون اي اساءه لاحد، مش شيء طبيعي. طب هل الثقه بالقضاء يعني انه نسبيه القصه؟ كيف؟ التعامل مع القضاء والثقه بالقضاء نسبيه، يعني انه ايام اذا واحد ما ناسبه الوضع القضائي بيقوم هذا قضاء مسيس والايد عليه وتيار المستقبل حاطط ايده على القضاء وما الى ذلك، ليس معناه ابدا. فهل عم تدعوهم الى القضاء او انه يكون الفصل هو القضاء؟ طب خلينا نتفاصل الراي العام. طب انا عم بروح ابعد من هيك، الراي العام هو على كل حال بيعرف وهو بيحسم ساعتها بهذا السجل. الراي العام مفهوم، ما فيك تتكلم بهذا السجل. بهذا السجل بيسمع الرأي العام كل واحد، والرأي العام عنده حد أدنى من الحجة ومن المنطق ليحلل ويشوف مين كان يعني شو نتيجة كل مرحلة من الحكم، هي واحد. اثنين، مش الحال، وإذا ما بتكون رأي عام، في قضاء، في قضاء بالحد الأدنى، يعني أكيد بضل عنده بالحد الأدنى إمكانية إنه
بينطلق من وقائع كمان القضاء، ما في يخترع وقائع، في وقائع موجوده بنشوف ساعتها كيف بيتعاطى معها، وهو مصداقيته للقضاء بالدق. فاذا خلينا نطلع بقى من هال يعني السجل بنضل نحكي فيه مثبت وحكي وهذا النوع من الكلام اللي قلتيه وغيره طلع كثير يعني بعد ابشع من هيك، ليش لنضل بهالسجل؟ بس ما بدك تدعي انه تطلعوا من هيدا السجل، نحن مستعدين مبادرين يا ست سمر، نحن مستعدين. هلا هن عم بيكونوا عم بيكونوا تقريبا بثلاث ارباع الظروف بحاله رد فعل عم تطلع من عندهم. ابدا الهجمات والحملات كلها عم تيجي من عندهم وكل وسائل الاعلام كلها من عندهم. يعني خليني لك شغله رح بسط لك اياها، شغله رح بسط لك اياها، نحن بنقعد بنحط حالنا بتصرف قضاء وهن يحطوا حالهم بتصرف قضاء وبتنحل المشكله وخلي هو يصل بيناتنا مين متهم ومين بريء، منيح هيك؟ هيك بنحل القصه وما بقى نوجع راس الناس. في اكثر من هالمعادله يتفضلوا يشرفوا معنا الى 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 المحاسبه، ونحن بنتحاسب على مرحله حكمنا ومرحله كل ما يحصل وكل ما يتكلموا به، بخلي القضاء يصل بيناتنا وفقا للوقائع، ونحن وهن لازم يستعدوا انه يقبلوا نتيجه كمان تحقيق. قلت لما حكينا عن الافساد والتدمير قلت لك مين عم يحكي؟ طيب بس ما هن بيقولوا عنكم كمان انه عم تعتمدوا سياسه التعميه، ولك مين عم يحكي بقصه وعم بيطالب بقصه التغيير وبقصه الاصلاح وبقصه مكافحه الفساد؟ هلا بدك تقول لي قد ايه قلنا بالحكم وهيدا كل واحد على قد حجمه بالحكم. انت وين في مجتمع انت تحاسب هلا على اللي عملته من اول ما فتت على هذه السلطه حتى اليوم، شو انجزته؟ شو عملت؟ انا احاسب هاي المرحله، هلا احاسب سياسيا من قبل الراي العام عندما يحصل ياتي موعد الاستحقاق السياسي، واحاسب قضائيا اذا في اي خطا حصل بادائي. طيب من هلا ليجي الاستحقاق الانتخابي اللي هو بيصل بيني وبينه على مستوى الراي العام، هيدا هلا مش موعده بعد. فيما يخص القضاء نحن عم نقول مستعدين نخضع للقضاء فيما يخص اي تهمه ممكن طيب يطلع أنا فيها، بس انا عم بقول لك تعمل تقييم ذاتي هلا، لا انتخابي ولا قضائي، بقول لك تقييم ذاتي. شو انجزتوا؟ هلا فيما انجزنا، شو غيرتوا بالمعادله؟ اولا نحن اكيد اليوم انت يعني من دون شك، وبعدك كنت عم تقولي قبل انه نحن محور الحركه السياسيه بشكل، بس مش ضروري يكون شيء ايجابي. لا لا بلا شيء ايجابي، اول شيء منيح رجعنا الى اول شيء رجعنا الفئه اللي بنمثلها وتحديدا المسيحيين الى دور محوري في المعادله اللبنانيه، وهذا شيء جيد، ودورنا ايجابي انا بقول لك اكيد، وليس ليس دور سلبي ولا شيء سلبي اللي عم نحكيه، بالعكس لان احنا رجعنا الى معادله القرار بشكل اساسي، او على الاقل نحن شركاء، ونذهب ابعد من ذلك، عم نرجع نثبت هذه الوضعيه، طبعا بمعارك كثيره ومش عم بيجي شيء بالهين، ونحن على كل حال بمرحله ريكفري، يعني نحن عم نرجع نجلس مسار انحداري على مستوى على مستوى 20 سنه حصل، ضل يعني تراكمات ل سياسه افساد وصلت للواقع اللي احنا عايشينه اليوم، و بعدت فئة كبيرة من اللبنانيين عن القرار وعن ممارسة السلطة، واليوم نحن عم نرجع انجزنا العودة إلى طاولة القرار في الداخل اللبناني، هذا واحد. اثنين نحن أيضا اليوم عم ننجز حد أدنى من الاستقرار من خلال وجودنا في تلك الحكومة، من خلال الأكترية التي شكلناها ولا أنتجت تلك الحكومة، اللي اليوم بظل أصعب وضع مرأة في المنطقة لبنان بعده عم ينعم بحد أدنى من الاستقرار، حد مقبول جدا من الاستقرار، اللي عم يحمينا من تداعيات ما يحصل من حراك ومن اضطرابات حوالينا في كل المنطقه وتحديدا في سوريا على حدودنا، وهذا الشيء ما كنا بنحلم فيه قبل، نحن كنا بلبنان عايشين على وتر اي مشكل صغير يحصل في اي دوله عربيه، طيب اثنين وهذا شيء اساسي، وثالثا نحن بدنا نكون الكتله الاكثر حيويه اليوم، اكان على المستوى الوزاري او على المستوى النيابي فيما يخص تحريك الملفات وطرح مشاريع جديدة و محاولة إصلاح كل هيدي ما حدا بيختلف عليها. هيدي النقطة بالتحديد خليك هذا اللي عم نعمله، شو عم نعمل؟ خليك كمل سؤالي، هيدي النقطة بالتحديد ما حدا بيقدر يختلف عليها، بس عم يوقف خصمك سياسي يقول لك اسمع جعجعة ولا أرى طحينا، يعني بنعمل وبنفتح ملفات وبنعمل مشاكل وبنقيم الدنيا وبنقعدها وبنفتح حروب وجبهات على كل الأطراف، بس النتيجة اللي أنا طلعت فيها شو هي؟ ما عندي كهرباء مثل ما انوعدت 24 ساعة، بموضوع الاتصالات عندي كثير مشاكل بهذا الإطار، بالقضاء يلي العدل وزارة العدل صارت معكم بعد ما تغير شيء على هذا الصعيد، بالوزارات الأخرى ما عملت لي إنجاز، ملفات شو بدي بالوراق والملفات؟ انا بدي شو سطرت لي على الارض انجاز بعد ما عملت شيء لحد هلا. طيب
انه في هي كلها بدها تصير بكبسه زر. سياسه الافساد هي اللي عم نحكي عنها، وحكومات الافساد يلي استلمت كل تلك القطاعات وخلتها تهتري وتوصل الى هذا الواقع المزري يلي هي موجوده فيه، ويلي خلت انه نحن نستلم وضع مهترئ الى هذا الحد. اعاده تجليسه هيدا بده وقت، ما بيتصلح من نهار للتاني، وما بمعنى عصا سحريه، بس على الاقل نحن عم نرجع نبلش عمليه ترميم هذا الواقع او اعاده بنائه او استنهاضه. طيب هيدا اللي عم نحاول نعمله. كل الناس شايفه قديش عمليات العرقله واللي عم بتصير في وجهنا فيما يخص. مين عم يعمل العرقله؟ كلها. مين كلها؟ هي اليوم في انتم حلفائكم بالحكومه، وفي الطرف الاخر يلي هو الرئيس ميقاتي، في فخامه الرئيس، في شلفي، ما في شيء عم يجي بالهيئه، في نائب وليد جملاط. هلا انت عندك شك، انت عندك مين شك، عم بيعرقل لكم مشاريعكم؟ انت عندك شك انه اليوم في مواقع نفوذ داخل السلطه التنفيذيه وبتحط بتعمل ضغط وبتحط عصب الدواليب من اجل يا اوقات مقايضات معينه او لانه بدها تعرقل لنا في مهمتنا، انه نحن شو على المستوى السياسي عندك شك انه نحن مثلا انه في اطراف في الحكومه عم تحاول تحاصرنا وعم تحاول تعزلنا مستهدفتنا؟ مين؟ ما عندك شك بهالموضوع؟ انا عم بسالك مين؟ انا بصير شك مثل ما بدي، بس في معارف ما بدي، ما هذا الواقع مين اللي عم مين اللي عم بيعمل؟ مين عم بيصير؟ مين عم بيعمل؟ خليني ليكي، ما بدي ارجع افتح حجيرات مع حدا، مش تجيل بس هيدا الناس لازم تعرف مين عم بيعرقل؟ يعني انت اليوم تحاسب انك مش عم تقدر تعمل شيء، طب قول للناس مين عم بيعرقل لك اياها؟ انا عم بقول للناس مين؟ رئيس ميقاتي عم بيعرقل؟ وقت بنحكي، لا وقت بنحكي تطلع صرختكم انه ولا عم بيعملوا حملات وعم بيشنوا حمله على افريقيا في الحكومه. طيب احكينا كثير حلو، حكي العماد عون، حكي العماد عون من يومين ثلاثه وحط ووضح كل الموضوع ورفع الصوت وحدد كل مكامن العلق اللي عم بتصير وقال هالشيء ووجه رساله الى الجميع. هلا نحن بمرحله خلينا نرجع نترك مجال الحكومه ترجع تستجمع حالها، واليوم على الاقل نتمنى انه بهالمرحله يمكن بلشنا نشعر هالشيء، عم بصير في تعاطي ايجابي اكثر فيما يخص الملفات اللي نحن يعني عم نتعاطى فيها يلي بحاجه الى مساعده الجميع فيها، لانه منا قصه يعني بتنحل بكبسه زر لحالها، واللي مفروض انه نقدر نتقدم فيها لمصلحه الجميع. فبعتقد انه نحن وقتها بيجي مع الاسف في دوله انت موجوده فيها فيها مراكز نفوذ، وهي مراكز نفوذ تستعمل نفوذها من اجل عرقلتك، في امكانيات عديده اوقات اداريه، اوقات اداريه، اوقات سياسيه، مصلحه، لانه كله عم بيصير من باب اذا في مصلحه سياسيه لضربك استعملي هالشيء، اذا في ضغط عم بينعمل من اجل مقايضه معينه على موضوع اخر كمان هذا الشيء بيصير. في عده اعتبارات بتخلي انه البعض يستعمل بوجه لك رسائل عبر عرقلتك، اوقات اداريا، اوقات سياسيا، اوقات بحيالله بجدول اعمال، اوقات بشو ما كان، في ممكن يحصل ممكن انه يعرقل لك عمليه انتاجيتك على صعيد الحكومه. ونحن عندنا شعور على صعيد التكتل عبرنا عنه بعده مراحل، وعم نقول انه نحن مش راضيين عن اداء الحكومه وعن انتاجيتها بالشكل اللي هي ماشي فيه. نحن رغم كل الافكار والمشاريع اللي عم نكبها على الطاوله عم نحس انه كلها عم بينعضى وضع لها عصب الدواليب، وعم نعبر عن هالشيء. وشفنا مراحل عديده بعده محطات، جزء منها موضوع التعيينات الاداريه، وشفنا كيف اليوم من خلال دخول رئيس الجمهوريه على الخط من اجل منافسه التكتل التغيير والاصلاح على موضوع التعيينات عملنا بلوكاج على صعيد التعيينات. شفنا انه على صعيد الخطط اللي عم نقدمها كيف كله بده مخاض طويل عريض وصعب من اجل الوصول الى قرار، وبس نوصل الى قرار مخاض اداري طويل عريض كمان للوصول الى التنفيذ. كله هيدا الموضوع ما عم نحس فيه شعور بالارجانس او بالسرعه المطلوبه، لا بالعكس بنحس انه هناك ابواب كثيره موجوده تستعمل من اجل تاخير في كل انجاز، في تحقيق انجازات معينه على صعيد تكتل غير الاصلاح، لانه في حسابات سياسيه مع تكتل. كل نقطه من هون النقاط اللي ذكرتهم بدها تفصيل لحالها لحتى نحط الاصبع على الجرح مضبوط فيها، ولكن اسمح لي قبل ما نفوت بتفاصيلهم خليني اخذ معي مباشره عبر الهاتف الناطق باسم الخارجيه السوريه دكتور جهاد مقدسي، هو معي مباشره عبر الهاتف للوقوف على رايه بما خرج به مجلس الامن بالامس، اذا خرج بشيء يذكر. صباح الخير. صباح الخير مدام سمر، وصباح الخير استاذ ألان. شكرا. اهلا وسهلا فيك دكتور مقدسي. بالحقيقه يعني نود ان نعرف رايكم بوضوح
كجهة رسمية سورية حول نتائج جلسة مجلس الأمن بالأمس وما قيل فيها من قبل كل الأطراف، الأطراف التي تساند سوريا ونظامها في هذه المرحلة، وطبعا أتحدث عن الجانب السوري والجانب الصيني، والأطراف الأخرى التي ضغطت بكل ما أتي لها من قوة لاتخاذ إجراءات واتخاذ العقوبات اللازمة ضد سوريا. كيف قرأتم في سوريا هذه الجلسة؟ يعني جلسة بالطبع مدام لا يوجد نتائج لهذه الجلسة يوم أمس، هو التجييش والتحريض ضد سوريا وتدويل تدريجي للملف السوري بشكل لا نراه مبررا، لأن ببساطة سوريا تستجيب لكل ما يساعد الخروج من الأزمة. في أي حال يعني كلمة السفير السوري كانت واضحة، سمى الأمور بمسمياتها، شرح الواقع السوري وأعطى كل ذي حق حقه من حيث أجندات الكل. يعني هناك من جلب الملف إلى مجلس الأمن البارحة بجلسة وهو معالي الأمين العام وسمو الشيخ حمد رئيس وزراء قطر. كنا نتمنى من معالي الأمين العام لو ذهب إلى مجلس الأمن بذات الزخم لأجل قضايا أكثر أهمية ومفصلية بالعمل العربي المشترك وقضية فلسطين على سبيل المثال. يعني هناك ضرب للبروتوكول قبلنا به وصدرت نتيجته، ويحاولون القفز على هذا البروتوكول. للأسف لعبة الأمم المتحدة مختلفة لمعلومات الجميع عن لعبة الجامعة العربية، والقواعد تختلف. يعني كيف يعني الجامعة العربية؟ إذا ممكن أن تشرح لي هذا التفصيل. يعني للأسف الوضع العربي الضعيف يتيح لدول صغيرة وغنية أن تسيطر على العمل العربي المشترك وأن تستصدر قرارات وتوقف عضوية سوريا وتفرض عقوبات على معيشة الشعب السوري. لكن بالأمم المتحدة النادي مختلف، هذه قوى عظمى، هناك ميثاق واضح، عدم تدخل بالشؤون الداخلية للدول، هناك تجاوب سوري، إيجابية سورية، دعوات للحوار، تعاون مع مبادرات الجامعة العربية، أجندة إصلاحية واضحة لا تبرر التدخل بالشأن السوري الداخلي، ولذلك ترين هناك مواجهة ما بين روسيا الصين والغربيون في نعم. في المجلس. دكتور مقنسي، ولكن كان الكلام العربي بالأمس يعني واضح. مدام بس كلمة أخيرة. حضر. بالطبع هذه الدولة الغنية حاولت أيضا تحاول يعني شراء ما يمكن من مجلس الأمن. يعني على سبيل المثال هناك فضيحة الآن بالأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طار إلى دافوس مستخدما طائرة قطرية خاصة. يعني كل هذا الدلال لا أعتقد ينفع في مجلس الأمن. ما ينفع هي الوقائع، وبالتالي نأمل العقلانية ومساعدة سوريا وليس استهداف سوريا. بالأمس وعلى الملأ وأمام كل المجتمع الدولي كان الكلام واضح بأنه نحن لا نسعى ككلام جامعة الدول العربية، نحن لا نسعى إلى التدويل ولا نريد التدويل، ونحن لا نطالب بذهاب هذا النظام، هذا ما قيل بالأمس، وإنما نريد التعاطي والرجوع إلى المبادرة العربية والرجوع إلى الحوار والجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق في هذا الإطار. وهل نصدق هذا الكلام مدام سمر؟ يعني في هناك وقائع على الأرض، إذا كانوا يودون عدم الإطاحة بالنظام وعدم ضرب استقرار سوريا، من يمول؟ من يحرض؟ هناك أسئلة برسم المواطن العربي وليس المواطن السوري. يعني بات الموضوع شخصان الطابع، وليس هدفه مساعدة سوريا، هو هدفه الاستيلاء على السلطة حقيقة. يعني إذا كانوا يريدون ذلك فالأولى بهم أن يتحدثوا مع المعارضة الخارجية ويقنعوها بالحوار الذي يرفض من قبلهم ليس من سوريا. يعني سوريا تقول نعم للحوار بدون أي محرمات، فقط نود من أي شخص أن يقول أنا ضد التدخل العسكري. وأستطيع أن أشرح لك لماذا حساسية التدخل العسكري. يعني دولة مثل ليبيا مثلا جغرافيا 6 مرات أكبر من سوريا وعدد سكانها فقط 4 مليون، وفقا للأمم المتحدة وليس نحن في وزارة الخارجية أكثر من 100,000 قتيل بسبب ضربات الناتو. نعم. فإذا سوريا دولة أصغر جغرافيا ب6 مرات وأكثر سكانيا 23 مليون، ما هي النتائج الكارثية لشخص يجلس في باريس أو في لندن وينظر على الشعب السوري ويستقدم التدخل الخارجي؟ إذا كان هو يعيش في الخارج، نحن نعيش في الداخل، لا نود أن ندمر وطننا، وخصوصا أن رد فعل القيادة السورية ليس مثل ردود فعل أخرى. نقول نعم للتعددية السياسية، يعني تحدثنا أكثر من مرة عن نقاط العلامة التي أنجزناها وننجزها، لكن ليدعوا هذه القيادة تنفذ الإصلاح، هناك عنف مفروض علينا.
هل تلمسون بعض التغيير في مواقف بعض الدول الغربية؟ يعني كلام ألان جوبي مثلا لمسنا فيه بعض التغيير في هذا الإطار، الموقف السعودي فيه نوع من يعني هيك تخفيف الحدة نوعا ما، ولكن كلام وزير خارجية روسيا بالأمس عندما يقول أن رئيس بشار الأسد ليس حليفنا ونحن يعني لا نتصرف لأننا ضامنين على هذا النظام، هل يقلقكم؟ لا بالعكس، هذه واقعية سياسية حقيقية، هذا دليل على أن سوريا لا تقف، لا تشخصن مواقفها. سوريا تقف، روسيا تعرف خصوصية سوريا وتنظر إلى النظام السياسي بسوريا بأنه يستجيب ويمد يده إلى الخارج للمعارضة لمن يود بناء سوريا، لكن هناك فرق بين ضرب استقرار سوريا واستيلاء على السلطة وبين من يود أن يشارك في سوريا ويرفع نسبة الحريات والديمقراطية. يعني أصلا الكلمات التي تطالب فيها، يعني نحن لما قلنا نحن مع الحوار حتى قبلنا بالمبادرة الروسية لحوار مع المعارضة في الخارج، هم قالوا لا يودون الحوار إلا إذا تنحى رئيس البلاد. يعني هذا أمر أولا يدل على أن الموضوع ليس موضوع مشاركة سياسية، هو استيلاء على السلطة ويودون القدوم على شكل نظيف يعني دون أي منافسة. الأمر الآخر، إذا أنت ديمقراطي وتناشد ديمقراطية كيف تستبق نتائج الحوار والمفاوضات؟ تعال تفاوض وقل ما تريد، أما أن قبل أن تتفاوض وأنت بدون وزن، أنت لا تمون على الشارع. يعني مدام يجب أن يعرف الجميع أن المعارضة في الخارج تتحد مع الشارع الغاضب بمقولة قلب النظام فقط، لكنهم لا يجرؤون القول بكلمة حوار. ما هي الأجندة؟ شو يعني نسمع كما سمعنا يعني للأسف من هذا التشبيه أيام قبل غزو العراق، يقولون لك سنطيح بالنظام والديمقراطية والانتخابات ستخلق عراق جديد. أين العراق الجديد؟ نسمع ذات الشعارات، إطاحة بالنظام من قبل هؤلاء غير العقلانيين، وما هي الخطة وماذا واليوم الثاني ماذا نفعل؟ هل سوريا يعني سوريا بهذه البساطة؟ هل النظام غير تمثيلي؟ يعني لا ينظر يعني في حاله من الالغاء السياسي والاقصاء السياسي للاخر. نعم. وهذا يناقض الدفوعات الديمقراطيه التي ينادون بها. طيب اذا وسط كل هذا الامر وسط كل ما يجري، سوريا كنظام وكمؤسسات مستمره بالنهج الذي انتهجته، ولكن الى اي مدى انتم قادرون على الصمود؟ يعني شوفي، الصمود امر يحدده الشعب السوري. طالما نحن نشرح للشريحه الاوسع من الشعب ما هو نوع الاستهداف بحق سوريا من طرف وماذا نفعل دبلوماسيا عسكريا الى اخره، ولكن من الجانب الاخر نحن لا نقول ان الموضوع استهداف وانتهى الامر، لا، هناك اجندة اصلاحية تمشي على الارض، هناك اعادة كتابة للدستور، انتخابات قادمة برلمانية، قانون جديد للاحزاب، ونتلقى حاليا ووافقنا على اكثر من حزب جديد داخل، هناك قانون للمظاهرات السلمية. يعني نحن لا نقف فقط نقول ان هناك استهداف ويعني نبكي على انفسنا، لا، هناك نعم، ولكن مقابل كل هذا الامر هناك عمليات عسكرية على الارض تتم، وهي ما يعني يخلق نوع من يعني النظرة شوي حتى في الداخل السوري، يعني ليس هناك رضا تام على هذه العمليات العسكرية. يعني شوفي، الحال ليس بافضله، هذا امر طبيعي، لكن الدولة لا يمكن ان تتسامح مع من يحمل السلاح ضدها. لا يمكن، يعني ونحن لا نخترع هذه الأمور. عندما ينفذون عمليات عسكرية هم يصدرون بيانات وهم مستضافون بدول مجاورة. يعني الأمر ليس نحن ليس نظام يقتل شعبه، الأمر ليس بهذه الصورة، الأمر هو هناك مطالب شرعية، وعندما استجابت القيادة بالطريقة التي تناسب خصوصية سوريا أقول لك صار نوع من النرفزه السياسيه وصار تسليح للحراك في سوريا. هذا ما يضر بالتحرك الديمقراطي بسوريا. انا اقول لك انا ليست مهمتي نصيحه المعارضه، لكن اقول ان تسليح الحراك امر ليس بصالح احد، هذا يضر باي قضيه. انا كمواطن سوري ولا اعمل في الدوله اعتبريني، عندما ارى من يحمل السلاح ليحقق مطالب ديمقراطيه انا اخاف منه. ماذا ستفعل انت بعد ان تنجز ما تريد؟ يعني ما هي الأجندة؟ أجندة تسليح وتخويف الناس؟ نعم، وضح الموقف. هناك سؤالين هيك سريعين خارج هذا الإطار. أول أنه منذ فترة، منذ يومين كمان حكي عن اختطاف إيرانيين في سوريا، اليوم أيضا حكي عن اختطاف 6 إيرانيين على الطريق بين حلب وحماة. طيب هناك سؤال، يعني أنه ماذا يفعل هؤلاء الإيرانيون؟ يعني
هل هذا الوقت هو وقت سياحة في سوريا؟ كي يحكى دائما بأنه هؤلاء هم مسلحون، هم من المجموعات التي بعثتها طهران لمساندة هذا النظام. نعم. كيف تردون على يعني الوقت؟ يعني أنا أستغرب حقيقة، هم يعني نحن حرام علينا نستخدم الجدل الذي هم استعملوه. يعني عندما قبضنا على ناس من جنسيات عربية ينفذون عمليات إرهابية داخل سوريا من جنسيات عربية شقيقة يعني بالخليج تحديدا، صدر بيان منهم أنه كان في حمص سياحة، فهو معلش يروح سياحة. أما إذا كان إيراني يدخل بلا فيزا حتى إلى سوريا، وهو ليس سائح بالمناسبة، أغلبهم من المهندسين الذين يساعدون سوريا. كما تعلمين سيدتي، سوريا علاقاتها مع إيران قوية للغاية، وهم شريك تجاري أكبر لسوريا واقتصادي. هناك معامل يساعدوننا في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، وهؤلاء مهندسون. يعني حتى القناة خاصة سورية بثت يعني نشرت وثائق تثبت أول شيء هوياتهم، صور لهم في المنشآت التي يعملون بها. يعني هل نحن نحتاج 4 أشخاص من إيران لكي نواجه حراك مسلح؟ نعم. يعني هل هذا يعقل؟ سؤال أخير دكتور مقدسي، أيضا حكي عن محاولات النظام التكتم والتستر على عمليات انشقاق جديدة على مستويات عالية في الجيش السوري، ماذا تردون؟ يعني لا تستطيعين أن تتكتمي على أمر، لأن الموضوع ليس بيدنا. ولو تكتمنا فالذي انشق سيقول أنه انشق، إلا إذا كان يعني لأسباب يعني عاطفية لا يود أن يرينا وجهه. نعم هناك انشقاقات، لكن ليس كما يقال. هناك الكثير ممن يعملون تحت ستار كلمة منشق لكنهم ليسوا منشقين. شو يعني تحت ستار كلمة منشق ولكنهم ليسوا منشقين؟ يعني مثلا هل تعتقدين أن كل من يحمل السلاح هو انشق من الجيش؟ يعني هناك سوري غاضب، هناك فئات سوري غاضب، سوري سلفي، سوري ليس لديه مستقبل، رأى نفسه. يعني أنا أعطيك مثلا أحد الإحصائيات، إحدى يعني مجموعة كبيرة من الناس الذين اعتقلوا على أثر الأحداث وأطلق سراحهم بالعفو لاحقا، هم لديهم سوابق. يعني أيضا يجب أن نعرف أن ليس فقط هذا ما نحذر منه. الفوضى تجلب أمور ليست بصالح أحد. هناك من يستغل الحراك الشعبي لكي يصور نفسه أنه مناضل. نعم دكتور مقدسي، هناك كلام عن أن برهان غليون كشف لبعض القيادات الحزبية اللبنانية ومنهم حزب الكتائب عن وجود بعض قياديين لهم مثل بطرس خواند وغيرهم في السجون السورية. أنتم كنتم أنكرتم هذا الأمر، لماذا إثارة هذا الموضوع اليوم؟ ولماذا يظهرها للبنانيين؟ يعني هو المرجعية اللبنانية؟ يعني إذا كان نحن وقعنا على بروتوكول مع الجامعة العربية والتزمنا بإطلاق سراح كل من تم توقيفه على أثر الأحداث، وتم إصدار حوالي يعني هذا خامس عفو رئاسي صدر، وما زال لم ينفذ كامله، ما زال قيد التنفيذ. لأن كما تعلمين أحيانا هناك آلية قضائية، يعني أحد الأشخاص يكون موقوف بسبب الأحداث، بعد أن يصدر العفو عن موضوع الأحداث يتضح أن لديه جرم سابق. هذا الأمر ليس متعلق بالأحداث. نعم. القريبة، يعني هذا قديم العهد من 92. يعني والله ليست لدي معلومات عن هذا الموضوع يعني بالاسم بالذات، لكن أنا أقول لك أن المرجعية يجب أن تكون مرجعية وطنية. إذا كان الأستاذ برهان غليون حريص على هذا الموضوع، لماذا لا يقبلون بالحوار ويأتوا بلوائحهم وكل أمورهم لنتحدث سوريين حول طاولة واحدة دون أي محرمات؟ نعم. يعني لماذا يذهب إلى فصيل لبناني ولا للجامعة العربية تحت ستار العنف؟ العنف متبادل، وأنا لم أقول ذلك، الفريق الدابي من قال ذلك. العنف متبادل، لا يمكن تحمل ذريعة أنني لا أتحاور لأن هناك عنف. وكيف نخرج من النفق؟ باستمرار العنف؟ نعم. يعني دولة تدافع عن نفسها وتحقق مطالب من الجانب الآخر سياسياً، لماذا استهداف الدولة والتجيش خلص بنقعد حوالين طاولة واحدة وبنحكي بكل الأمور، وليحتفظ باللوائح لديه ولا يخاف، لأن خوف سوريا على السوريين أكثر من خوف أي فصيل لبناني على السوريين أنفسهم. نعم، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، الناطق باسم الخارجية السورية دكتور جهاد مقدسي، شكرا جزيلا لك. مع أنه ما أخذنا جواب واضح على آخر سؤال، ولكن شو رأيك؟ تعليق سريع بعدين بدنا نحكي بشكل مفصل على الشأن المتعلق بالمحور السوري. يعني طبعا يعني عم بوضح وجهه نظر النظام السوري فيما يخص ما يحصل، واكيد مع اللي عم بيصير على مستوى مجلس الامن
وفي الواقع اللي عم تصير على الارض يعني. واضح انه اليوم ما يحصل في سوريا ليس موضوع بهالبراءة يعني، ودخل عليه عدة عوامل اخرجته من اذا بدك يجب الفصل بين عمليا صحيح تطلعات الشعب السوري الى اصلاحات والى تطوير وضعه، هذا شيء ما حدا قدر يتهرب منه بما فيه النظام السوري اللي بلش يعني ياخذ اجراءات فيما يخص الاصلاحات وغيره، وبين كل ما دخل على الخط من اجل استغلال هذا يعني هذه التطلعات الشعبيه اذا بدك من واخذ سوريا الى مكان اخر على المستوى السياسي. رح احكي بالتفصيل بهذا الموضوع، خلينا نرجع الى اللي كنا عم نحكي قبل ما ناخذ اتصال دكتور مقدسي، حطينا عده نقاط من ضمنها التعيينات ومن ضمنها وتحدث عن دخول رئيس الجمهوريه على خط التعيينات ومن يضع العصي في دواليب مسيره تكتل التغيير والاصلاح ووزراء الاصلاح والتغيير في هيدا الاطار. خلينا ابدا من موضوع التعيينات، امبارح صار في عتب بين فخامه الرئيس ميشيل سليمان ومع الوزير جبران باسيل حول هذا الامر، في مراكز شاغره في شركه الكهرباء بمؤسسه كهرباء لبنان بالوزاره، واخذ مبادره فرديه الوزير باسيل وحاطط اسماء وعم يبرم فيها على السياسيين ياخذ رايهم، هل يجوز هذا الامر؟ سالوا اياه فخامه الرئيس امبارح انه هل يحق لاي وزير كان جبران باسيل او غيره انه هو يحط اسماء وهو يبرم يقنع فيهم السياسيين وكانه هو من يقرر؟ هيدا مش مخالفه من صلاحيته انه يرفع على مجلس الوزراء الاسماء، بس هل يجوز من صلاحيته انه يلي عمله مع الوزير جبران باسيل؟ طب اذا عملها بشكل تفرد بيعتبوا، واذا صار في نوع من شورى بالحد الادنى بيعتبوا، طب كيف الطريقه حتى ما يعتبوا؟ لا كيف يعني، هذا فيه خرق لا 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 للقانون ولا عمل المؤسسات؟ ابدا ما في خرق للقانون. خلينا نتفق على شغله، صلاحيه اقتراح تعيينات داخل وزاره معينه تعود الى الوزير، هيدي ما فيها خرق للقانون، هذا الواقع، هذا واقع الصلاحيه يلي اليوم موجوده في الدستور. هلا اذا تعيينات فئه اولى طبعا صلاحيه البت فيها تعود الى مجلس الوزراء وليس الى الوزير، ولكن من يقترح هو الوزير المختص. طرقت قصه ايليه هن اقترحوها قبل، هيدي اولا منا بالقانون يعني، اقترحوا اخذ مجلس الوزراء قرار انه بدنا نعمل هي الاليه المعينه، اليه معينه بتعمل نوع من تاهيل لاسماء. ما بعتقد انه هذا الشيء بيتناقض مع انه يحصل حد ادنى من الشورى في موضوع التعيينات، فينا نمزج بين الاثنين، لانه بالاخر شو ما عملتي بالاليه اذا ما لقيتي توافق سياسي لثلثين مجلس وزراء لن يتم تعيين احد، بدليل انه في مواقع هلا ما عم نقدر نعين فيها لانه ما في اجماع وتوافق عليها. طيب اذا سعينا الى توافق سياسي من اجل انتاج تعيينات بيزعلوا، وان ما سعينا بقولوا متفردين، طيب كيف الحل معهم؟ بس هل الوزير هو من يفاوض؟ الوزير قلت بالقانون بحق له يقترح اسماء، ولكن هو بيفاوض وبيقنع السياسيين. هلا اذا راح عمل نوع من وفوق هيدا وكله ما بيطلع بخبر رئيس الجمهوريه او اذا سعى الى توافق مع الكتل الاساسيه بالحكومه انطلاقا من الواقع يعني، انا اول شيء ما بعرف بالتفصيل شو عمل يعني، هلا هو بيجاوب على الموضوع بس انا عم بحكي بالمبدا لنفترض الخبريه مضبوطه مثل ما نقلتها وسائل الاعلام. بالمبدا اذا وزير راح سعى بنوع من بشوره معينه سعى الى توافق الكتل اللي بتامن ثلثين مجلس وزراء حول تعيينات لمجلس اداره كهرباء لبنان اللي هو موضوع يعني مهم، منه قصه بس تعيين شخص واحد يلي مؤلف ايضا من موزاييك طائفي، وبنعرف نحن السيستم اللبناني كيف يعني، انه اليوم بالموزاييك طائفي كمان في مرجعيات تمثيليه لطوائف معينه يجب بالحد الادنى التشاور معها في هذا الموضوع. طيب اذا تعاطينا بواقعيه مع هذا الواقع وسعينا للتوفيق بين الصلاحيه والشورى يلي اليوم مطلوبه قدر الامكان من اجل الوصول الى توافق الثلثين، وين المشكله؟ وين المشكلة؟ طب ليش ما شاف رئيس الجمهورية، ما أخذ رأي رئيس الجمهورية؟ هلا يمكن رئيس الجمهورية جوستمو هون المشكلة الحقيقية معه اللي عم ترجع نصطدم فيها. هل هو شريك بالمعنى السياسي بين الكتل النيابية اللي بتمثل المجلس الوزراء أو هو فوق المؤسسات والحكم وفوق الجميع؟ ما نتفق هون الإشكالية اللي انخلقت مع وصول رئيس الجمهورية من دون صفة تمثيلية لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى النيابي. ونحن ببعض الطائف الحكومات هي حكومات برلمانية مؤلفة من كتل نيابية تمثل أكثرية. هيك صار
حكوماتنا. انتقلنا من نظام رئاسي بالجمهوريه الاولى الى نظام برلماني وحكومات تاتي من خلال تشكيل اكثريات من كتل نيابيه. هذه تلك الكتل النيابيه هي بتالف حكومه وفقا طبعا لواقع تمثيلي معين. طيب هذه الكتل هي حقيقه هن شركاء في السلطه التنفيذيه السياسيه. طبعا رئيس الجمهوريه كموقع دستوري موجود عنده واقع لا احد قدر يتجاوزه، لا بالعكس، يعني كلنا مسلمين بدوره كحكم بالمؤسسات. هلا في حال حبوا انه يفوت رئيس الجمهوريه كشريك في تلك السلطه التنفيذيه فليأتي كشريك على حساب الجميع وليس على حساب فقط فئه واحده حتى لو هو يمثل. بس انتم يعني عم تتهموه دائما لفخامه الرئيس بانه بطل عنده هذا الموقع اللي فوق الجميع ويلي لانه هو في الطرف وانه هو لا طرف. انتم عم تتهموه دائما بانه طرف وبانه عم يتدخل في كل يعمل. هذه الامور. طب ليش وقت اللي بدكم هيك عم يعمل وقت ما بدكم مش هيك عم يعمل؟ ما دام هيك عم يعمل ليه ما طلع لعنده جبران بسي؟ ما دامكم معتبرينه طرف اطلعوا لعنده. نحن مش مقبلانين بهالموضوع لانه عم يفوت طرف علينا. عم نيجي نقول لك شغله، هيدا النظام نشرح للراي العام، ما بيصير يعني اليوم عم نخترع شغله جديده، بننتخب رئيس جمهوريه ولا نحترم المرجعيه التمثيليه للمسيحيه. هذا الواقع اللبناني عم بيصير. مثل ما بينما الاحترام عم يتم عند الطوائف الاخرى. طب عم تيجي تخلق عند المسيحيين راسين، الموقع الدستوري والذي يعود للمسيحيين في النظام الطائفي، علما انه بالدستور هو موقع فوق المؤسسات وحكم مثل ما صار بالجمهوريه الثانيه، وعم تيجي تخلقي الموقع النيابي والوزاري اللي هو الكتله المسيحيه الاكبر يلي هي عم تتمثل في الحكومه، عم تيجي تخلقي مرجعيتين وتفوتيهم ببعض. عندك حل من حلين، يا بتنتخبي رئيس الجمهوريه اللي عنده الصفه التمثيليه فاذا هون بصير في تمازج بين الاثنين مثل ما صاير عند الطوائف الثانيه، اما رئيس الجمهوريه الموجود بفوت بحالة تنافس بجرد يخلق كتلة، وهذا اللي حاول يعمله هو رغم تعهده قبل الانتخابات انه ما راح يفوت بهالموضوع، بس هيدا موضوع اخر، وفشل بهالقصة فاذا ما قدر يخلق الكتلة، يا اما بيسلمي انه الشريك الاساسي على المستوى السياسي في السلطة التنفيذية اي ممثل المسيحيين في السلطة التنفيذية هو التكتل المسيحي النيابي. رئيس الجمهورية بهالحالة هو فوق الجميع وفوق الكتلة المسيحية وفوق الكتلة الشيعية والسنية والدرزية وفوق الجميع. ما في يدخل بس بده يفوت طرف بس على الكتلة المسيحية، لأنه ما أجى على الأساس. وقت بتكون فوتوه طرف على الكتلة المسيحية جيبوه بصفته التمثيلية رئيس الجمهورية، وقت عم تجيبوه توافقي بالثلثين مجلس النواب وعم تجوا تجيبوه من دون صفة تمثيلية على المستوى النيابي والشعبي، ما فيكم بعدين بس تفوتوا على السلطة التنفيذية تفوتوه بس على حصة المسيحيين، فوتوه على حصة الجميع. انتم مع اي تطلعوا له حصة، حطوها بالدستور، حطوها بالدستور هالحصة تبع الرئيس الجمهورية، ان كانت وزراء وان كانت مدراء عامين واللي بدكم اياه، بس تقطعوها من الجميع او تحترموا عند انتخاب رئيس الجمهورية الصفة التمثيلية له. بس ما بتجوا بتخلقوا لنا مشكلة بس عند المسيحيين، وهي مسؤولية كل الكتل من دون استثناء. طيب نحن بكره قادمين على تعيينات، قادمين على ملف تعيينات، مع انه ما بعرف ليش كل العالم عم تشوفه بعيد لانه خلافاتكم لن تسمح انه على القليله يقدر واحد يتفق على موضوع التعيينات في جلسه مجلس الوزراء. البعض يتحدث عن طمع تكتل التغيير والاصلاح بهذا الموضوع، وانه بده يكون خيكم السؤال انه هو بده يكون العماد ميشيل عون مقرر انه هو يكون وريث الكتائب والقوات ومسيحيه 14 اذار وبده كل شيء لإله، ما بده يسمح لرئيس الجمهوريه انه يكون عنده شيء حتى ليتفردوا باللي بده اياه، وهذا الامر عم بشكل عائق امام موضوع التعيينات. بتعرفي انه في وقاحه بالتعاطي مع التيار؟ في وقاحه كبيره. يعني اقل كلمه بقولها وقاحه. انتم بتقرروها. طيب هلا اذا نحن اليوم جينا الى السلطه التنفيذيه ونحن الشريك المسيحي الوحيد في تلك السلطه التنفيذيه كتكتل تغيير واصلاح بكل مكوناته، تيار ومردة وتصنات. وقت اجى نحن بهالاطار طبعا نحن سنكون شركاء اساسيين في تلك التعيينات. هلا على دورنا صار الطمع. ليش عم يعتبروها طمع؟ ليش ما اعتبروها وقتها كانوا هن بالحكومه لحالهم؟ ليش سالوا عن التيار رغم كل تمثيله الشعبي بعد 2005؟ حدا سال عنه بشيء على صعيد حكم السلطه التنفيذيه؟ هذا الشيء كان صح ولا غلط؟ بوقتها انا كان غلط
تشكيل الحكومه من دون الممثل المسيحي. بس وقتها بتشكلي حكومه وسلطه تنفيذيه تتحمل مسؤوليه قراراتها، مش المعارضه بتتحمل مسؤوليه قراراتها. ليش ما تفوت المعارضه شريكه معه؟ ان كان تعيين او قرار او غيره. طيب بس انت بهذه الحاله، انت بهذه الحاله اذا عم بتطبق هذه النظريه عليكم انتم اليوم، يعني انت عم تسعى لالغاء اطراف اخرى موجوده وفاعلة قويه بالبلد، يعني بدك ولا ما بدك؟ بدي الغيها، انا جيت على السلطه وهي بالمعارضه، هي بتعارضني وانا بالسلطه، بس انا اخسر الاكثريه، هي بتصير بالسلطه انا بالمعارضه. بس هيدا موضوع التعيينات استاذ انا ما بينطبق على مبدا السلطه وغير السلطه. انت اليوم دورنا ما بينطبق. انت اليوم ممكن تجي، انت اليوم ممكن تجي لانك موجود في هذه السلطة تعين، أنت بكرة بعد أربع سنين بتفل كحكومة، هذا إذا واحد كمل عمره للآخر يعني كحكومة، بتفل بعد أربع سنين، ولكن مبدأ التعيينات منه ما عمره ثلاث سنين وأربع سنين وعقد السلطة ويمتد إلى ما أكثر من هيك، بتكون عمليا عم تترك ورثة وعم تحرم إنه الأطراف الأخرى من أنها تكون ممثلة. والله هن تركين لي ورثتهم كمان بالسلطة. مش هن تركين لي ورثتهم، لسه سألوني وقت حطوا كل هال صارت الأمور كيدية يعني. مش كيدية، أنا بدي أشتغل. ليه ما عم تفهم علي؟ أنا شخص جيت على السلطة، أنا أصلاً ضد هي فكرة إنه مجلس مدراء العامين أول مجلس وزراء، الوزراء بتغيروا المدراء العامين ما فيك تغيريهم، هذا السيستم بلبنان ما بيصير، ما بيصير. طب طالبوا بتغيير. أكيد هذا لازم له تغيير، بتلاقي صيغة بذات الوقت تحمي موضوع يعني لازم يكون عمر المدراء العامين من عمر النواب و شيء مش مضبوط. أنا بيجي وزير إلى حكومة بتحمل مسؤولية وزارة، ما بيصير يكون عندي كمان إدارة ضدي بالوزارتي، في شيء غلط وما بقدر شيلها لأنه ما بقدر أمن تنتين لغيرها. أنا مع إنه كل وزير يجيب العدة تبعه، بس يخلص عالي في غيره. طبعاً مش عم في استقرار معين على صعيد الإدارة، مش عم بحكي على كل المستويات. لا لا لا، مش على كل المستويات، بس في حد أدنى بده يصير. ما فيك أنت اليوم كمان انه يمكن ما يغير هو، بس كمان اذا عنده واحد يعني عم بعكسه او عم بعرقل له شغله ما بصير ما يقدر يعمل معه فيه. هيدا المنطق مش مزبوط بلبنان هلا، لانه سيستم تعيين المدراء العامين بالثلثين اصعب من انك تشكلي حكومه تغيري مدير عام. صحيح. اصعب. هلا شو المشكله الحقيقيه بالتعيينات؟ هيدا الغلط، هيدا السيستم اللي مرتنينه. بينكم وبين فخامه رئيس الجمهوريه ولا بين مجلس الوزراء مجتمعا بما فيهم حلفائكم؟ مع مين مشكلتكم هلا بالتعيينات؟ مع الكل، لانه اليوم وقت اللي انت ما عم تقدر تتخطي هذا الواقع، يعني ما عم تعترفي انه اللي انا عم بعترف لك فيه فيما يخص تعييناتك. انت ما عم تعترفي لي فيه على دوري، انت بتقولي لي ما في اعمل هيك لانه في رئيس جمهوريه. طيب يعني معطلتي لي كل شيء. ما فيك. يعني انتم يلي عم تطلبوه، يلي عم تطلبوه هو تعيينات بغض النظر او مع اخراج رئيس الجمهوريه ان يبقى خارج. طب هو شو شريك بالمحصصه لنعرف؟ شو هي شو؟ انا اصلا بدي اعرف ليش. اول شيء مش موضوع، تكرس عرف جديد يا استاذ انا، تكرس عرف جديد يا بيتكرس على كل شيء يا لا. يعني اليوم رئيس فخامة رئيس الجمهوريه لما بتكون عاطيه وزراء في هذه الحكومه، يعني يحق له ان يكون شريك في التعيينات كمان، يا والا بيمشي على كل شيء الموضوع. انت عطيته وزراء في هذه الحكومه ولا لا؟ عطيته. لما بتوافق على مبدا ان يكون له وزراء في الحكومه بدك توافق له على مبدا ان يكون له مدراء عامين وان يكون له حصه في التعيينات. ما فيك تكون يعني ما فيك يكون موقفك هيك منشطر بهذه الطريقه. حطوها بالدستور ويعطوه الكلمه من تعيينات. طيب ما انت اعطيته وزراء بلا ما ينحط الموضوع بالدستور. وثقت لانه اصلا تشكيل الحكومه يعني اشي نوع من تسويه بالاخر حتى تركب. طب التعيينات نوع من تسويه، ما التعيينات لا تتم الا على اساس التسويه. بس ما فيك تعمل تسويه هون وترفض التسويه هون. خليني اقول لك شغله، انا اليوم في واقع معين مجبور يسلم فيه الجميع. انه مثل ما انا معترف بكل الكتل الاخرى ومرجعيتها السياسيه والتوفيقيه في تلك التشكيل الأكثرية الحالية، على الآخرين أن يعترفوا بهذا الواقع. مش يجوا يتواربوا عليه من خلال حجة أنه والله في رئيس جمهورية هو ما نشوف شو نعمل معه، لأنه عم نرجع على ذات القصة، أنتم المسؤولين عن خلق تلك الازدواجية، هيدا الرصين اللي عم تخترعون عندما تعود القصة إلى التمثيل المسيحي داخل السلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية ليش وافقته؟ هو لحظة شوي، ليش وافقته يكون لفخامة الرئيس ووزراء بالحكومة؟ رئيس الجمهورية اسمعيني شوي، هو يمثل صحيح الموقع المسيحي داخل النظام السياسي، ولكن اليوم الممثل في السلطة التنفيذية للكتلة المسيحية النيابية هو تكتل تغيير وإصلاح. هذا الواقع ما حدا لازم يدري يتجاوزه، ولأنكم خلقتوا مرجعيتين
ما فيكم تكملوا بهالشيء داخل مجلس الوزراء. هذا الموضوع لا يعالج بتلك الطريقه، اذا بدليل انه هلا انتم عاملين بلوكاج على كل شيء من خلال تلك القضيه. وهلا اكيد الفرق انه نحن ما راح نمرق بقى تعييرات اخرى الا ما تنحل هالمشكله. يعني ما بيصير اليوم بس على دورنا تجي توقف كل التعيينات، توقف ما توقف ما بعرف. هيدي الحكومه بدها تعرف بدها تحل هالمعضله حتى تمشي بقى التعيينات، والا هالمعضله رح تضل موجوده على طول. طيب اذا هيدي كلها هيدي هيدا 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 اذا انتوا والطرف الاخر بالحكومه عم تعملوا هيدا البلوكاج على مش عم نعمل كيف بدكم تشتغلوا؟ مش نحن عم نعمل بلوكاج، بالعكس معمول بلوكاج علينا. طيب كيف بدكم تشتغلوا يا اخي؟ ما عم نقدر نحن بوزاراتنا. اذا ما مرقوا لهم او انتوا ما رح تمرقوا لهم او كيف؟ النا حق بوزاراتنا يلي نحن اليوم عم نشتغل فيها، يلي نحن رح نحاسب عليها بالراي العام، مش هن رح يتحاسبوا عليها مباشره، وإل كان في حساب للحكومه ككل، ولكن كمان بالحساب المباشر في وزارات لنا، نحن مستلمينها مباشره، نحن رح نحاسب عليها مثل ما هن رح يتحاسبوا على وزاراتهم، النا حق بهالوزارات. طيب على القليله كمان يقول لك يكون لنا كلمه ولا كمان ما بيحق لنا؟ جربتوا ما حق لكم؟ تفضلي النموذج اللي عم يصير بوزاره العدل. ما لنا حق نحن اليوم بنقدر تعيين رئيس مجلس قضاء العدل. طب حتى بهالوزاره يلي معنا ممنوع نعمل شيء؟ لساعة عم اقول لك هناك اراده لمنعنا انه ننجز اي شيء. بس شو المشكله الحقيقيه بتعيين رئيس مجلس قضاء الاعلى؟ شو المشكله الحقيقيه؟ مش مشكله التعنت والاسم؟ شو التعنت؟ اي تعنت؟ ليش عندك حق انت تقترحي اسم؟ ليش بده يتعنت ويرفض؟ فسريني باي حق بده يرفض الاسم عم يطرحه الوزير؟ باي حق؟ ليه؟ لانه حطوا في عده اسباب، اسباب الاقدميه واسباب ليش بدي فوت لا 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 تخطي تخطي رتب اعلى على دورنا. ما تخترعوا شيء على دورنا. انا بتحمل مسؤوليه وزاره معينه، عندي خيار عم بعمله بدي اعمله، بس تيجي دورك بالوزاره اعمل اللي بدك اياه ولاقي توافق عليه. شو بصيروا اذا كان أخوة. الاسم الثاني المطروح هو مستوفي كل الشروط واكثر. انا عم بسال سؤال، عم بسال سؤال. ليش بدك عم بسال سؤال اذا كان الطرف الاخر، اذا كان الطرف الاخر الاسم المطروح كثير. بدي اسالك سؤال بغير طريقه، اعطيني اسباب رفض الاسم اللي انا طارحه. انا ما بعرف شو في انت شو في بينكم وبينه، ولكن بدل ما تساليني انا ليش ما بدي اقبل باسم ثاني، بدك تسالي رئيس الجمهوريه ليش رفض الاسم اللي احنا رافضينه اللي طارحينه. وليش الكل عم وليش الكل عم يتضامنوا معه لمنعنا نعين رئيس مجلس قضاء الاعلى؟ مين الكل؟ يعني ما عم نأمن ثلثين الكتل اللي متضامنه معه بهالموضوع. حلفائكم بما فيهم؟ ما يمكن مش حلفائنا. على الاقل ناقصنا لنوصل لل 20، في كتل عم تقول انا ما في اتجوز رئيس الجمهوريه بهالموضوع، ليه؟ ليه؟ انا في معي وزاره اسمها وزاره العدل موجوده عندي بتكتلي، انا متحمل مسؤوليتها يعني كتكتل تغيير الاصلاح، وعم بقترح اسم على الموضوع، ليش بدي نرفض؟ مثل ما صار في تسويات بامور اخرى اصعب من هيك، ليش ما ممكن يصير في تسويه على هذا الموضوع؟ يعني مثلا حليتوا قصه وزاره الداخليه بتوافق على اسم، ليش ما بتحلوها بتوافق على رئيس مجلس القضاء الاعلى؟ جاوبني. مين؟ انتوا فخامه رئيس الجمهوريه حليتوا قصه وزاره الداخليه بالنص. يا ست يا استاذ انا في شيء سيستماتيك عم بيصير بدك تفهميه، هذا عم بقول لك اياه. ما فيكم هون تعملوا هيك، السيستماتيك بيمشي على الكل والمبدا الايمان بيمشي على الكل، مش محل ما بيناسبكم وبتقسموا القصه وبتتفاهموا وبتعملوا مساواه، ومحل اللي ما بيناسبكم ما بتقبلوا بالتسويات. ليش قبلتوا بالداخليه تسويه؟ كيف تروق علي شوي؟ ما عم تقول لي ما في كمان شيء مش لوجيك. ما في كل ما نطرح شغله بدنا نعمل رفض، كل ما نطرح شغله بدنا رفض. ان كان وزير الداخليه ان كان شو ما نطلب دائما بدنا نعمل مشكله عليها لتروح لتسويه. بدليل اصلا الحكومه قد تاخرت من ورا هالقصه، وبالاخر للمصلحه العامه عملنا لو من الاساس رفضتوا هذا الامر ما كنتوا وصلتوا له. لو من الاساس ما مشيتوا بالتسويه، انت حضرتك لو صدفتيني سالتيني كيف بعدكم موقفين تشكيل الحكومه من ورا وزاره الداخليه؟ هلا انا هيك بتعملوا تسويه ليه؟ لا عم يعني معنى الحكي انت واصحاب تلك النظريه. انا واجبتي اسالك هيك. تعال لو عملنا هيك مصيبه، ولو عملنا هيك مصيبتين، اذا نطرنا حتى ما نتراجع بتقولوا والله موقفين الحكومة لأنه بدكم وزارة الداخلية، وإذا عملنا تسوية عليها بتقول ليش عملتوا تسوية؟ محترمة كيف نتعاطى مع البلد. يعني واحد دائما على حقه بدهم يحاربوه لآخر تكي، وشو ما عمل إن أصر على حقه مصيبة، ونعمل تسوية على حقه مصيبتين، وهي المشكلة اللي عم نوقع فيها، هذا السيستم الغلط اللي عم نجرب نحن نظبطه، نحن عم نجي هلا بموضوع التعيينات، نحط معايير معينة،
ما بيصير انه هاي ما بيصير. انت ما لازم تقبلي كمان، ما بينتظم نظامنا السياسي ونظامنا الطائفي هذا الموجودين فيه. اذا اليوم دائما مع فريق معين عم بيتم التعاطي بغير معيار وبغير مكيال، هيدا لا يجوز. نحن رح نرفضه دائما، ما رح نقبل فيه. نحن جايين نصلح حتى تنتظم الحياه السياسيه كما يجب ويكون النظام اللبناني مطبق كما يجب. ما في ناس شمني وناس بزاد بالنظام السياسي اللبناني اللي نحن موجودين فيه. هيدا الطريقه اللي عم بيتم التعاطي فيها مع المسيحيين غير مقبوله، كانت غير مقبوله خلال 20 سنه الماضيه من 2005 لهلا عم نحاول نصلحها. حتى بدأ استهداف مسيحي؟ في استهداف اكيد. طيب بس المشكلة الأساسي مسيحي مسيحي، خلق مرجعيتين عند المسيحية. حتى رئيس الجمهورية شو؟ أكبر استهداف لهالشيء. مش هي المشكلة، لما أنا عم بيجي يعني ما المشكلة صايرة مسيحية مسيحية؟ لك لا، كل متواطئين فيها. مجرد ما أنت تخلق مشكلة مرجعيتين عند المسيحية، يعني أنت جزء من أنت متواطئة هالموضوع، وبعدين ما عم ترجع تتعاطي معهم بالسلطة التنفيذية كما يجب. مش مقبول يضل التعاطي بهالطريقة. لا وقت بتنتخبوا رئيس تحترموا على الإرادة المسيحية، لا وقت بتشكلوا حكومة بتتعاطوا معها كمرجعية، ما بيصير نكمل بالطريقة معهم. هي كل المشكلة الحقيقية. ليش معهم لازم الأمور تنتظم كما يجب؟ بس توصل على دورنا دائما في مشكلة مرجعيات ومشكلة بفوتونا ببعض صراع الديوكي. هذا لا يجوز. اعتبروا معيار واحد بالتعاطي. ما تخلقوا راسين على ما قدرتوا تقنعوا حلفائكم الاساسيين. نحن عم نقنع حلفائنا، مش هي المشكله، بس المشكله اليوم اللي عم نحكي فيها انه اليوم مش الكل عم يتعاطى بهالطريقه، ومع الاسف اليوم عم تدفع ثمن انه تلك الحكومه ما فيها، ليست حكومه أكترية بالمعنى الحقيقي بدليل التنوع اللي فيها رغم كل الحكي اللي حكى على لون واحد. واليوم فيها حسابات سياسيه جزء منها ضد تكتل تغيير الاصلاح، جزء من الحكومه ضد هذا التكتل وعم بحاربوا بكل الوسائل. عن مين عم تحكي؟ عن رئيس نقابتي؟ عم بحكي بالتحديد يعني اكثر. نبلش برئيس الجمهوريه. وكل من يتضامن معه في هذه القضيه. طيب هذا الواقع اللي انا ليكي ما عم بلبس صفوف. انا عم بوصف الواقع. هذا الواقع. بس نضحك على بعض ونكون خبيثين مع الراي العام، هذا اللي عم بيصير. حقيقة هيدا عم بيصير، في محاربة وفي محاولة استهداف لهذا التيار. هلا بالمباشر اللي عم بينافس رئيس الجمهورية، وبالغير مباشر كل من يتضامن معه بوقف لنا عملية عملنا على صعيد. شو بدكم قاعدين عم تعملوا بهالحكومة؟ نحن في عندنا أولوية اليوم أكيد استقرار البلد، بعتقد استقرار البلد أهم من تعيين على صعيد، يعني في أولويات، وقتها بيكون عندك شوا بين إنه يصير استقرار البلد وتقدر تعيني مدير عام، لا بفضل يبقى استقرار البلد ولحق حل قصة مدير عام. طيب وبقصة الكهرباء والاتصالات، هلا حكينا يعني بالتعيينات، بقصة الكهرباء والاتصالات ما في شيء عم يزبط كمان، هذا من ضمن الاستهداف يعني؟ ليك قصة الكهرباء أصلاً قصة طويلة، يعني ما نضحك على اللبنانيين، ما لها حل على المدى القصير، وشو ما أخذ قرارات اليوم مجلس الوزراء ما رح تحسن الكهرباء بكره، بس على الأقل نحن عم نحطها على السكة حتى بعد بكره، يعني النهار اللي بيخلص كل هذا الموضوع، يعني نحن ما نكون بعد 4 سنين عم نرجع نقول شو بدنا نعمل بالكهرباء. إذا اليوم بلشنا هذا الشغل يمكن بعد 3-4 سنين أو 2-3 نبلش نشوف نكون تقدمنا وصلنا إلى مكان ما حيصير موضوع الكهرباء ورانا. طيب اليوم بس يمكن لأنه إذا اليوم ما عملنا اللي عم نعمله بعد 4 سنين قاعدين عم نقول شو بدنا نعمل بالكهرباء. لأنه لو نعمل من 2000 من 4 سنين كهرباء اليوم ما عم نحكي هيك، ولو نعمل من 8 سنين كنا من 4 سنين ما عم نحكي عن الكهرباء. واهلهم مجرة. رجع أثير العرض الإيراني بهذا الإطار، وتحدث فيه السفير الإيراني غدا فاروق الأبادي عن إنه إيران جاهزة أن تمد لبنان بالطاقة، مش بس تمده بالطاقة، تمده بالطاقة 250 كيلووات هلا، وبناء معامل بتنتهي بخلال سنة وكل هذا الأمر. ليش بعد لحد هلا ما ردت ما عندي المعطيات؟ سألوا وزارة الطاقة. قيل إنه رئيس أحمد نجاد بزيارته للبنان طرح هذا الموضوع، وما زال الإيرانيون حتى الساعة ينتظرون رد الحكومة اللبنانية. ما عندي المعطيات، تنسأل وزارة الطاقة عنها والحكومة، ما عندي معطياتها بالتفصيل، عارف شو الموضوع وقريته واطلعت عليه، بس ما عندي المعطيات اللي عندهم اياها عندي. طيب بموضوع الاتصالات قبل ما افوت على بريك، موضوع الداتا يعني ما حنخلص منه بحياتنا، موضوع الداتا وهذه المناكفات بين الوزارة على ايامكم، ويعني ايام جبران باشير شرب النحاس نقولها السحناوي، وفرع المعلومات بالتحديد والقوى الامنيه مجتمعه بهذا الاطار. شو المشكله مع الداتا؟ شو المشكله مع الداتا؟ يعني انه في قانون بحدد شو لازم تعطي الداتا وباي طريقه، وهن ما بدهم يمشوا وفق الاليه والقانون، ويعني
هيدي صار عليها سجلات كذا مره مش هيك؟ في قانون معين، اذا هذا القانون مش كافي عدلوه، يغيروا القانون ويقولوا الداتا لازم تنعطى كلها سوا. يعني شو الداتا؟ لا يعرفوا اللبنانيين كمان، يمكن شرحت قبل بس منيح عم نذكرهم. صح. انه اليوم بياخذوا بيانات كل شيء صار اتصالات على الارض اللبنانيه. يعني انا وياك حكينا، او انا وياك بعثنا اس ام اس لبعض، وفلان حكي انا بياخذوا مثلا مع مين حكيت، ولمين بعت اس ام اس، ومين تلفن لي، وين كنت موجود؟ كنت موجود بالنيو تي في، رجعت تحت على مجلس النواب، رجعت طلعت على عبده، رجعت كل هيدي المعلومات بتصير بين ايدين الاجهزه الامنيه. طبعا كل اللبنانيين من دون استثناء، بلكي بيقولوا بالاسم استثنوا السياسيين، ما بعرف اذا مضبوط ولا لا، كل حال لازم اول شيء يراقبوا كل ايه ما في ما بس نحن اصلا وين ما نروح معروف وين رحنا، يعني مش صرنا في دير بيبليك بنعرف وين رحنا، ما في خطر. بس اللي بدي اقوله انه هيدي الداتا، هل مبرر انه الاجهزه الامنيه بكل الاوقات تاخذ كل المعلومات عن كل اللبنانيين، كل واحد مع مين حكي، وين كان، وين قعد، وين راح، وين اجى، هيك من دون اي ضوابط؟ او عند الحاجه هناك اليه معينه بتخلي انه ينطلب داتا معينه موضوعيا، اوقات كمان بتقول بدي داتا بهالمنطقه او داتا على هذا الرقم او غيره، او الداتا كلها اذا مبرر. ما بعرف انا هيدي الاشكاليه دائما اللي عم نوقع فيها، انه سيستماتيك ما عم نبعث كل شيء في داتا عن كل اللبنانيين الى الاجهزه الامنيه، ولا عند الحاجه وفقا لاليه معينه وبشيء مبرر؟ هذا اللي القانون بنظمه. اذا الطلب اللي عم بيقول هلا انه تنعطى الداتا كلها بشكل تلقائي، هلا مثل ما هو هلا الوضع مخالف للقانون. يا بتغيروا الطلب يا بتغيروا القانون، واحدة من اثنين. طيب عملوا او خلي مجلس وزراء، وهذا اللي قاله الوزير التحليبي، خلي مجلس وزراء هو يغطي هالقرار، انه انا اخذت قرار انه بدي اعطي الداتا الكل لكل الاجهزه الامنيه لحال، بس انا تحملوني المسؤوليه لحالي على الموضوع. هذا الشيء ما يعني هذا الشيء اللي مش حابب اعمله، وخاصه انه عملنا كمان هيدا السنتر غرفه التنصت حتى تحديدا حل هالمشكله، يصيروا الاجهزه الامنيه يتصرفوا لحالهم، عندهم سنتر بتقنيات عاليه موجود ليعترضوا في اي مكالمه او اي داتا بدهم اياها بيطلبوها وفقا لاليه طبعا معينه ايضا. فيها الاجهزه الامنيه كلها من دون استثناء، وفيها يمكن ايضا القضاء ممثل فيها. صحيح. لانه كمان ما بيصير. طيب شو اللي بيمنع اعتمادها ما دام صارت جاهزه؟ شو بيمنع؟ لانه بلبنان ما عندك اجهزه امنيه، مع الاسف الواقع اللبناني بخلي وكانه كل جهاز امني ما بيوثق بالثاني، بده يفتح حسابه ما بده يشتغل انكم مع بعضه. هيدي عجيبه لبنان، هذا النظام اللي احنا عايشينه. ولا شو عملوا حتى الاجهزه الامنيه حتى الاجهزه الامنيه تبعك كل وحده ما تفتح حسابها، كل وحده ما بتثق بالثانيه ومعلوماتها لها مش للثانيه والى اخره. هذا واقع لبنان مع الاسف. قبل ما ينتظم هذا الواقع حيكون عندنا هالمشكله، كل واحد بياخذ داتا لحاله يتعاطى فيها. هذا مش الحق على السياسيين والاغطيه السياسيه المعطاه للاجهزه الامنيه؟ هذا مع الاسف هذا واقع، هذا السيستم الافساد اللي وصل النظام السياسي خلال ال 20 سنه الى هذا الواقع المزري اللي نحن فيه. هذا الانقسام على كل المستويات بما فيها صعيد الاجهزه الامنيه تماما. تخيل انت كنتوا عاملين حمله بهذا الاطار وسكتوا فجاه، ليه؟ على شو؟ عن فرع المعلومات. مش قصه كمان نسبه تسويه بهذا الاطار؟ لا لا ما في قصه تسويه او مش تسويه، مش هذا الموضوع. الموضوع اللي عم نحكيه هلا هذه الاشكاليه موجوده وهذه بدها حل، ووزير الداخليه يعني اخذها عطوه وهو يعالجها. هلا القصه الاساسيه عم نحكي هلا، انا عم بشرح شو صار بموضوع الداتا. هذا الداتا اليوم هلا اجريته الحكومه لجامعه الجي او لليوم دخليك ما بعرف، لليوم لجلسه اليوم هي تتعاطى معه. اذا بدها الحكومه انها تغطي اعطاء المعلومات كلها بكل الاوقات لكل الاجهزه الامنيه، تغطيها هي وتاخذ القرار وتتحمل مسؤوليته، واذا لقى فاذا تغطي الوزير بتطبيقه للقانون. مش حل من حلين، او تعمل مشروع قانون الحكومه تغير فيه القانون وتسمح هالشيء. ما في حل ثالث يعني. بس بيجي وزير اليوم عم بيمارس عم بيطبق القانون وفقا لما مطلوب منه بالماده 66 الدستوريه اللي بتقول له انه هو بيمثل الدوله بادارته وبيسهر على تطبيق القوانين فيها. بيجي لا بكلها بالاخر بصير الوزير هو المتهم انه، وشوي بكبروها بصير انه اذا مات حدا او اغتيل حدا صار حق عليه.
هذا النوع من المزايدة والضغط عم بيصير من أجل يعني نوع من منهول عليه لنخوفه ويعطي كل اللي بده اياه، مش هيك الطريقه بالتعاطي، طبعا خذوا قرار مسؤول وصحتين عليكم خذوا كل شيء. نعم. بس في سلطه خليها تتحمل المسؤوليه. خلينا نتوقف انا وياك مع بريك اعلاني قصير، نعود بعده ونتابع هذا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، واتابع الحوار مع ضيفي سعادتنا نائب عنعون، اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا فيك. خلينا قبل ما نتابع حوارنا ناخذ راي اخر في هيدا الاطار، لك نص ساعه عم تشرح، خلينا نشوف راي خصومكم. انا بدي اخذ الحلقه. لا ناخذ راي اخر. طيب. خلينا نشوف خصومكم السياسيين ايضا ماذا يقولون عن كل هذه الامور. معي مباشره عبر الهاتف عضو كتله مستقبل النيابيه سعاده نائب جمال جراح، صباح خير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك استاذ جمال. اهلا فيك. اليوم حرب وحرب ضادة بينكم وبين التيار الوطني الحر، وامبارحة وصفتوه بتيار الافساد والتدمير، وصلت الحرب الكلامية الى اعلى واوطى مستوياتها. ليش عم تعتمدوا هذا الاسلوب؟ ويعني شو مشكلكم مع تكتل التغيير والاصلاح والعماد ميشيل عون؟ الحقيقة عنا مشكلة نحن بادعاءات بدأ جنرال عون وفريقه السياسي حول مواضيع لا أساس لها من الصحة، وخاصة المواضيع المالية، من موضوع الخزنة لموضوع تيكو تاك لموضوع ديوان المحاسبة لكل هالمواضيع اللي انفتحت اللي مش معتمدة على أي أساس صحيح أو أي أساس قانوني أو أي أساس جدي. اليوم لما واحد فريق سياسي بصير كل شغلته انه يسيء لسمعة الناس ويضلل الرأي العام بجملة من الافتراءات غير مسندة لأي سند حقيقي وجدي، معنى ذلك انه هيدي يعني حملة سياسية بالوقت اللي جنرال عون شخصيا هو مسؤول عن كل هذه الاختلالات المالية اللي يعني لا زال نعاني منها حتى الآن، وشرحناها بلجنة المال والموازنة لمرات عديدة انه سبب الاختلال بالحسابات انه ليس هناك حساب دخول ب1193 بسبب اقدام جنرال عون على حرق وزارة المال على طريق النهر، وبالتالي ليس هناك مستند. تلفت المعطيات بهذا الاطار استاذ جمال. ادريت بس خليني اكمل بس دقيقه اذا بدي. تفضل. هلا رح اسالك. لا لا يعني ما بعرف مين ضيفك الحقيقه، بس استاذ علاء عون ضيفي. استاذ علاء عون انا بقدر انك كنت عم تتابع الحلقه، رح ندق لك. تفضل استاذ علاء، بس يسمعني شوي لانه هو كان يحضر كثير احيان اجتماعات لجنة المال والموازنة وبالتالي بيعرف شو عم بحكي. قلنا مرات عديدة ليس هناك حساب دخول بسبب عدم وجود مستندات من 98، وبالتالي اي حدا بيعرف بابسط امور المال والموازنة او المحاسبة بيقول اذا ما في مستندات 98 ليس هناك امكانية لتكوين حسابات بداية 93. وهذا الشيء تثبت بموازنة 2005 عندما صدرت المادة 23 قانون 23 من الموازنة لوضع حل مشترك بين وزارة المال وديوان المحاسبة لإنهاء هذه الاختلالات. اليوم استعمال هذا الموضوع بالسياسة مسألة فيها استهداف، لأنه نحن شرحناها مرانا عديد، اضطرينا في لحظة من اللحظات نقول ليش جنرال عون حرق وزارة المال، وبينا بالمستندات، وبعتقد الأستاذ ألام بيعرف أنه على شاشة الأو تي في أنا أظهرت الأحوالات اللي حولها الجنرال عون إلى الخارج باسمه واسم زوجته من بنك لبناني للتجارة بفرع الحازمية، وسألت السؤال الآتي: ضابط بالجيش اللبناني يقبض مليون ليرة أو مليونين ليرة، من وين له ملايين الدولارات يحولها لبرا؟ كان الهدف من حرق وزارة المال عن طريق النهر إخفاء المستندات وحرق المستندات حتى ما حدا يراقب شو صار بالفترة اللي جنرال عون موجود برئاسة الحكومة وكان يجبي المال العام ويحطه بحساباته الشخصية، حسابه وحساب زوجته السيدة نادية الشامي تحديدا. هذا شيء اضطرينا انه نظهره امام الرأي العام
وعلى شاشة الاو تي في اظهرناه وقلنا يا جماعة اللي يعني اللي هو سبب هذا الخلل المالي او هذا الخلل في الحسابات المالية ما يدعي انه هو عم بيعمل تغيير واصلاح. نعم استاذ جمال، استاذ جمال خلينا نقطة نقطة، بتسمح لانه في رد من استاذ ألان توضيحي ايضا بهذا الاطار، خليك نعم. معي على الخط لحتى لنناقشهم نقطة ورا نقطة. تفضل. اولا يا استاذ جمال ست سمر، اكيد الموضوع التيك توك والخزنة وكله يعني او شيء، هذا موضوع التيك توك منه جاي من عدم، جاي من قرارات لديوان المحاسبة. فإذا نحن ما عم نجي نخترع اشياء ونجي نقولها، بالعكس عم نحكي بوقائع وبجميع الأحوال. الفصل في هذا الموضوع بيننا هو في القضاء. أنا كان بدي إياكم أستاذ جمال، أستاذ جمال سمعناك للآخر، خلي أستاذ ألان نسمعه أوكي. للآخر، وطبعا دايما لك حق الرد. طيب عملي معروف. فإذا اليوم هذا الموضوع القضاء بينظر فيه، هو بيقرر فيه، ما بيكفي انه يحكي بالاعلام استاذ جمال ليبرر هذا الموضوع. هناك قرارات على المخالفات حصلت، النيابه الماليه الى اخره، النيابه العامه الماليه. فاذا هذا الموضوع بده يحصل في القضاء وليس على منابر التلفزيون، شو ما انعمل من مؤتمرات صحفيه وشو ما انحكى من كلام سياسي لتغطيه هذا الواقع. اما في موضوع تصوير الحسابات، وانا كمان على شاشه الاو تي في بحلقه مع الاستاذ مع الدكتور فتفت فرجيت الوثائق يلي بتدل على انه من وزارة المالية مدير محاسبة بوقتها انه كل الحسابات انعملت لسنة 93 باستثناء حسابين، ما انه ناقص وثائق من بناية حطب مفقودين، يعني هيدي اللي هي وزارة الثقافة بالحمرة وما لها علاقة بخزنة المالية اللي اخترعوها على طريق النهر واللي كان بالمنطقة الشرقية بوقتها الحرب كانت بتعرفي كيف مقسومة. كلنا بنعرف انه بوقتها في حصل خلل معين على صعيد خزنة في وزارة المالية على رياض الصلاح، وشيء انفقدت من الحمرة يعني من حد من مبدا وزارة الثقافة الحالي. وهناك وهيدا الوثائق، يا ريت انا اليوم مش عارف هذا الحديث من انا منهم معي هلا، ولكن موجودين وابرزتهم على التلفزيون. بتذكر شيء اي سنة؟ طلعوا الوثائق بسنة بالتسعينات يعني ضمن الرد والرد بين وزارة المالية ودوان المحاسبة، ودوان المحاسبة عنده كل هالشيء. وانا على كل حال بدعي النائب جمال الجراح انه يحضر الحلقة هيدي تبع الاو تي جي، بيكون عنده اياها دكتور فتفت وقت الوثائق طلعتها ممضية من وزارة المالية وثائق دوان المحاسبة وبتدل بالعكس انه ما لها علاقة نهائيا حسابات الدولة ب 93 مع ما حصل في 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 النهر. الى فيما يخص موضوع العماد عون وحساب اللي بيحكوا عنه، هذا الموضوع اللي تجرجر 20 سنة ايام ما كان العماد عون منفي، وحياتك لو كان في ملقط واحد عليه كانوا من زمان حكموه وعلقوا له باش نقفه. هذا الموضوع اكيد ليس له علاقة ابدا بوزارة المالية، هو حساب خاص اجى عليه تبرعات خاصة ليس لها في علاقة في الاموال العامة. وقت اللي هن سكروا عليه بالحرب اللي صارت وعزلوا المنطقة، لا لا لحظة، ما انت بدك تعرفي بوقتها انه اليوم بوقتها المنطقة انعزلت وقطعوا عليه حتى البنك المركزي، يعني قطع يعني مع انه كان في انقسام انه في حكومتين ودولتين الى اخره. وقتها كمان البنك المركزي اخذ طرف مع الـ مع الـ يعني بوقتها مع السوريين والحكومة اللي كان قائمة قبل، وقطعوا الاموال عن هالشيء. وقتها كثير من الناس يعني اللي انضموا الى القضيه، في ناس تبرعت اموال، في ناس تبرعت بحياتها، في ناس تبرعت انصار بالجيش الى اخره، انضموا الى تلك القضيه، وضعوا تلك الاموال اللي هي اموال خاصه ليعوضوا عن هذا الحصار اللي حصل على المستوى المالي، واللي انصرف منها تحديدا تلك الاموال لا دولة ولا إداراتها وللعسكر وإلى آخره وللأسلحة وإلى آخره من المواضيع. فإذا حتى نيجي نقول شغلة، وهذا التحقيق أكيد عملوه كل القضاة اللي مروا على هذا الملف، لأنه تغير في ثلاث أربع قضاة ووصل لنتيجة أنه ما في أي علاقة للمال العام بهذا الموضوع. يعني هون الإصرار على دائما الخروج في هذا الموضوع وطرحه دائما دائما بشكل مستمر. نعم. بجميع الاحوال انا حتى اتركه كمان يحكي ويتهم اللي بده اياه، انا عم بقول له اياه هذا الموضوع يحضر للقضاء ونحن مستعدين نخلي القضاء يقول شو في هذا الملف. وبذات الوقت المواضيع نحن عم نطرحها خليه يكون فاصل بيننا وبينه هو القضاء وليس هذا الكلام السياسي على المنابر الاعلاميه. استاذ جمال عندكم مشكله ان يكون القضاء مثل ما دعاكم العماد عون ومثل ما عم يدعي استاذ انا هلا ان يكون القضاء هو الحد الفاصل بينكم؟ بالتأكيد ما عندنا مشكلة، بس خليني أوضح مسألتين. أولا موضوع
تيكو تاك اللي بيقول في قرار من ديوان المحاسبة. أنا بتمنى من الزميل ألان عوني اقراه بهدوء بعيدا عن العصبية. قرار ديوان المحاسبة بيقول أنه يدين مستشار رئيس الحكومة مش لأنه مختلس أو لأنه هدر مال عام، لأنه لم يقدم دفوع، يعني لم يعترض. ليش تسأليني ليش ما اعترض؟ لأنه لم يتبلغ. يعني أنت أدنتي بقضية لأنك ما قدمتي دفوعك أو ما رافعتي عن نفسك أو ما حضرتي للمحكمة. ليش ما حضرتي؟ لأنه أساسا لم تبلغي. يعني تخيلي أنه مستشار رئيس الحكومة ومستشار وزير المالية أنا ذاك الأستاذ محمد شطح بسام تميم مجهول الإقامة ولم يبلغوا ديوان المحاسبة. هذه مسألة. مسألة الثانية، بالقانون يجب أن يبلغ رئيسه المباشر، يعني لا يجب أن يبلغ وزير المال ورئيس الحكومة رئيس سنيورة. طيب هؤلاء اثنين مجهولين مكان الإقامة حتى ما يتبلغوا. مسألة الثالثة، حتى المفتش القضائي اللي طلع هذا التقرير ما كلف خاطره يقرأ الملف، لأنه حتى بالحساب حاسب غلط. يعني بيقول أنه قبضت الدولة 1,100,000,000 بينما قبضت الدولة 2,727,000,000. يعني هو شايف شيك ومش شايف الشيك الثاني. حتى الفوائد وقتها رئيس سنيورة الفوائد ست أيام استوفاهم منه. طيب هلا نحن مش هون استاذ جمال، استاذ جمال نحن هلا مش بحاجه لهذه التفاصيل لانه نحكي عنها كثير. المشكله الوحيده هي هلا ليش ما بتروحوا تفصلوا تحلوا هالنزاع بالقضاء؟ نحن جاهزين امام القضاء، بس انا بتمنى عليه للسيد ألان عون ولغيره من التيار الوطني على الاقل يقروا قرار ديوان المحاسبه. ليش طلع هذا القرار؟ بمساله الخزنه يا ستنا، مسألة الخزنة في محضر ب73 وفي محاضر ب97 كلها مطابقة، ورجعت انجردت الخزنة وانوضعت بمصرف لبنان بالجردات وبالأدلة وبالإثباتات. لكن مشكلتنا مع التيار الوطني الحر انه دايما بحط بيرميلك ملف القصد منه يشوه سمعة ناس امام الرأي العام دون اي مستند. بموضوع الجنرال عون وحساب الجنرال عون، معلش خليني اقول له للسيد ألان، لا الجنرال عون كان يجبي المال العام ويبعث ضباط على المحتسبيات الفرعيه والمركزيه يوميا ياخذوا الاموال المحصله لوزاره المال لصالح وزاره المال يوميا، كان يخدها ويحطها بهذا الحساب. وفي قرار قضائي وفي مطالبه من وزاره الدفاع اللبنانيه، مطالبة رسمية وخطية لجنرال عون بإعادة هذا المال إلى الدولة لأنه مال عام. طيب لما قرروا يرجعوا جنرال عون على لبنان، وانت بتعرف نظام الوصاية رجعوا وعفوا من هذا الموضوع. على كل حال على شغلي معلش، هلا هيدي الوقايع مش هو بيحكي فيها، هيدي طيب هذا اللي عم نقوله شو بدهم يروحوا فيها؟ ما هذا كان ملف، عم يقولوا هيدا الملف كان بين ايديهم خلال 20 سنة وكانوا هن بالسلطة وبالحكومات. عم بيقولوا استاذ جمال عم بيقولوا جاهزين للذهاب الى القضاء، بدروا بالموضوع روحوا على القضاء. ما هذا الموضوع اصلا كان بالقضاء بلا جملتنا، رجعوا عليه بلا جملتنا كان بالقضاء. يا سيد على مدى 20 سنة هذا الملف كان مفتوح باتهامات عم بتروح فيه، ليش ما رحتوا على القضاء؟ خلينا هن عم يدعوكم تروحوا على القضاء. نحن يلا فاذا انت رح ترفع خلي القضاء يتحرك بكل ما له علاقة بكل من فضائح وكل من الاتهامات عم ينحكى فيها. خلي القضاء يروح يعمل وجباته. مين اللي لازم يبادر؟ اي موضوع اليوم عم ينطرح مش انا بدي بادر، في قضاء ببادر، في قضاء ببادر. طيب وزارة العدل معكم، اليوم في ديوان محاسبة، في تفتيش مركزي، في نيابة عامة مالية، عم تتحرك هي على كأي ملف بتفعيل أكثر كل شيء حكينا، لحتى يصير في جلسات ويا ريت بتصير علنية. مستوى اليوم كل شيء عمل على من حكى وطلع من وقايع من
هذه مش وقائع على فريق الجهاز المالي، هي تتحرك من وقائع. القضاء بيقول اذا ادعاءات، ما دام اثنيناتكم جاهزين تروحوا الى القضاء فلازم حدا يبادر الحركه. خلص ما بقبل نسمع كل واحد شو عنده، يروح يقول هالشيء قدام القضاء، انا عندي وقائع. انتوا عم تدعوا، هذه بكل بساطه ما في شيء، ما في شيء ممكن يتسمى ادعاءات يا استاذ جمال منكم ومنهم الا ما يحسمها القضاء. ما في ادعاءات، ما دام انتوا جاهزين تروحوا على القضاء فاذهبوا الى القضاء واعملوا جلسات علنيه. يروحوا يدعوا علينا بالقضاء، ليه ليه عم يحكوا بالاعلام؟ على كل حال، على كل حال انا بدي اشكركم كثير. تفضل تفضل. على كل حال نحن لما عرفنا بالاختلاسات اللي صارت بموضوع المازوت الاحمر، نعم، ليلة القبض على جبران المازوت الأحمر، رحنا على النيابة العامة المالية قدمنا ادعاء. نعم مش الحال، خلي النيابة العامة المالية تدق. انتوا عم بتقولوا في خزنة وتيكو تاك، روحوا اتفقنا نحن ما عم نعتذر. قدمتوا ادعاء؟ ليش هالي؟ نحن معه، خلي النيابة العامة المالية تدقق بهالموضوع للآخر. انتوا قدمتوا ادعاء؟ مش أنا بس بقدم ادعاء. يا ست سمر، شو مصريات هن سرق لي اياهم؟ في حق عامهم وفي نيابة عامة مالية، وقتها أنا بلاقي وقائع. لك لجنة المال صارت مطلعة 100 شغلة، خليها تتحرك، خليها تتحرك، هي بدها تتحرك، مش عارف صار في كذا وقائع خاصة، واكتشفنا 100 مخالفة و100 ثغرة و100 ممارسة، خلي النيابة العامة المالية تتحرك وتفصل إذا الشيء مضبوط ولا لا. اذا طلع بريء فاختار قلبه، اذا طلع مدين سيدين بكل بساطه. وصل وصلنا. انا بدي اشكر كثير عضو تكتل او عضو كتله المستقبل النيابيه الاستاذ جمال جرح على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك. في شويه منطق بكلام شوي، يعني كله منطقي اذا بدي، بكلام الاستاذ جمال الجراح انه طب حركوها، هن رفعوا دعوى بقصه المازوت الاحمر، حركوها. نحن ما حركنا. طب حركوها انتوا. ما حركنا، ما طلبنا. وزارة العدل معكم. صرنا كذا مره طالبين من النيابه العامه الماليه. مش طلب، مش طلب، قدموا دعوى، دعوى ماشي. دعوى يا حبيبي، انا عندي صفه، مش بس ما بدي قصه دعوى حتى، انا اليوم وقت بيجي كنجلة ميل بكتشف كذا مخالفه. طب ليه ما عم تتحرك؟ ما بعرف، لازم تتحرك. مع مين هيدي؟ هلا لازم تتحرك. لازم تتحرك. النيابة العامة اليوم وقت بلاقي، معلش انا وقت بلاقي انه في مشكلة على صعيد سلفات مفقودة، فايتة وما حدا بيعرف وين رايحة، على هبات اجيت وما حدا بيعرف وين رايحة، في حدا بده يحقق بهالموضوع؟ هذا كله ما بفيد، هذا كله ما بفيد. هلا هي طلعت معي مليارات، مليارات ضايعة ما بتفيد. طلع معي مليارات، انا مش عم بقول المليارات يا استاذ، انا ما عم بقول المليارات، عم بقول هذا السرد كله ما بفيد اذا ما تحركت النيابة العامة المالية. مع مين؟ شو مع مين؟ بيد مين؟ بيد بيد الموجود فيها. مين؟ مين موجود فيها؟ أنا ما بعرف مين الشخص فيها. إبراهيم؟ تابع لمين؟ مش بالسياسة، تابع لوزارة العدل؟ وشو إيش خصه؟ هو مستقل، ما لها هيدي، ما هيدي صفة. وزارة العدل بتقدر تحرك، العدل عنده سلطة على النيابة العام؟ بيقدر، بيقدر إيه؟ بيقدر يطلب، إذا مش سلطة بيقدر يطلب، يلفت نظر. وطلب، انطلب دجا تتحرك وعم يطلب. مش هيدا المشكلة، هلا هيدا الموضوع اللي عم بقوله، هلا تحقيقات بالمخالفات وباللي صار على مستوى المالي، صرنا حاكين بأكثر من فضيحة. عم نقول روحوا فيها المهم المتابعة. يا أخي تعمل المتابعة، شو بعمل؟ أنا بطلع حكم أنا وياك، تعال اكتب لك حكم هلا. لا بس بتضل حركي. صدر. لا في في قضاء، يعني انخذوا بضل هزلوا بدنهم. هذا عم يحكي، وهذا عم يحكي، والله مهزوز بدنهم، ما عاملين هالهستيريا كلها. على كل حال نحن عم ينتهي وقتنا، في سؤالين ضروري اسالك اياهم. اول سؤال، لجنه المتابعه المنبثقه عن بكركي بما خص موضوع الحوار حول قانون الانتخاب وما الى ذلك، اجتمعتم امبارح مع النائب محمد رعد رئيس كتله وفاق للمقاومه، بماذا خرجتم؟ هل صحيح انه رفض كليا الطرح الارثوذكسي؟ لا، وشي مثلا انه في رفض، ما رفض، في نقاش عم بيصير، وعطى طبعا رايه في هذا الاقتراح. وهذا طبيعي، يعني بالاخر بده يصير في نقاش، كل واحد عنده راي فيه، وكل واحد عنده 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 نظره ومقاربه لموضوع معين، بس بالعكس النقاش كان كثير ايجابي، وفي يعني في في وعي وفي التقاء على كثير من الهواجس اللي صار في نقاش فيها. وبعتقد انه بمكان ما يعني ماني خايف انه في عند حزب الله، على الاقل في هذا اللقاء بكره بنشوف اللقاءات مع الاخرين، انه في وعي كبير وفي استعداد للانتقال الى قانون اخر، والى يعني صيغه تكون اقرب الى المبدا اللي بدنا نحققه. هل عندكم هيك مثل تخوف من
يعني جهه معينه رح تتعقد الامور معها؟ ما بدي استبي اللقاءات الباقي، يعني هلا في لقاء مع رئيس سنيوره وكتله المستقبل، ما بعرف اذا بيكون حدا معه، ولقاء مع النائب وليد جملاط، وبعدين نرجع نشوف اكيد رئيس كذا، يعني رئيس كتله التنميه والتحرير. بس نخلص يعني كل اللقاءات بصير فينا نحدد الى حد الى اي الى الى اي مدى ممكن نتوصل الى قاسم مشترك، وما هو نوعيه القاسم المشترك ممكن نقدر نوصل له. نعم. لحتى لا اختم، بدي اختم بموضوع جد حساس في البلد، هو موضوع المؤسسه العسكريه، موضوع الجيش اللبناني. نعم. الجيش اللبناني اليوم يعني عم يحملوه اكثر من طاقته بكثير على الحمل، واكثر من يعني واجباته والامور يلي هو مفروض انه ينظر لها. اليوم الى اي مدى هذه السلطه السياسيه عم تظلم الجيش اللبناني؟ انتم جزء من هذه السلطه السياسيه. تظلموا؟ اليوم بيتاخذ يعني يؤخذ عليكم كتيار وطني حر، كتكتل تغيير واصلاح، لانه على راسكم الجنرال ميشيل عون الذي كان قائد جيش وبيعرف كثير منيح تفاصيل هذه الامور، انه الجيش اليوم عم يحمل فوق طاقته، الجيش اليوم عم ينحط بخانه بتخليه مع الوقت يبلش يفقد هيبته، لماذا وكيف عم تقبلوا بهذا الموضوع؟ شو ليش عاملين نحن؟ يعني مش انتم شو عاملين؟ انه انتم جزء من هذه الحكومه، امبارح اذا بدنا نروح باصغر باقرب بالتاريخ القريب، يعني امبارح قصه طرابلس وقصه هذا الموقوف من السلفيين يلي صار، فجأة اجى امر للجيش اللبناني انه انسحب من الساحة بطرابلس. و شو يعني هذا الكلام؟ بس لأنه هناك من يريد انه يكسب الامر انتخابيا. انت بدك تحملي مسؤولية، ليش عم تحملينها لأنك مش عم حملكم مسؤولية، انا عم بسأل ليش عم تقبلوا يتعرض لهيبة الجيش ويتهموا ويخونوا. ما عم تتخذ خطوات؟ وكلنا سمعنا شو صار يعني قريب. اكيد اكيد اكيد، بس ليش ما عم هيدا جزء بسيط يعني اللي حكينا عنه، ولا تما نرجع نسلسل التاريخ كله. اخر المؤسسات. ليش انتم اليوم جزء من السلطه السياسيه؟ ليش ما عم تتحركوا بهذا الشيء؟ مش عم نتحرك، ما تخاف علينا، نحن حريصين على الجيش، نحن من يطالب بتسليحه. اليوم في وزير الدفاع عنده خطه تسليح فعليه، مش نظر يعني بالقول، مش بالفعل، مش بالقول يجب دعم الجيش الى اخره، مطروحه. نحن اكثر ناس حريصين على هيبه الجيش وعلى المحافظه عليه وعلى تحييده والتعاطي معه. بعتقد هذا الموضوع غير قابل اصلا للشك، يعني ما بدي افوت بنوع من المزايدات بهالقصه. وكنا دائما سباقين للدفاع عنه، ونحن بعدنا مؤمنين، وبعتقد شو ما انحكى شو ما الحوال بعض تشويه الصوره، بعدها مؤسسه الجيش اللبناني من اكثر المؤسسات الجامعه للبنانيين، يلي بينزل لها كل لبناني ان كان شيعي او سني او ماروني او اوتودوكسي او درزي، بيطلع فيها بشوف عسكري بقول انا عندي ثقه فيه ما بخاف منه. مين ما بده عم يطلع؟ مين ما بده عم يطلع ويضرب مثل ما بده بالجيش؟ الى ذات صبغه سياسيه معينه عم تخلي انه الناس تنفر منه. طيب بس مين ما بده، مين ما مش عاجبه ضابط ومش عاجبه عنصر ومش عاجبه تصرف ما في مكان ما، عم يطلع يضرب بالجيش مثل ما بده. هذا الشيء طبعا مش مقبول اذا 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 بس ما بيكفي القول انه مش مقبول، ليش ما تتخذ اجراءات؟ خليهم يحاسبوه. في دعاوى رفعت على بعض النواب اذا ماني غلطان فيما يخص الكلام اللي انقال بالزبنات، بتتذكري شو صار بعكار مع النائب خالد الظاهر وكذا، والاتهامات اللي صارت، وصار في رد من الوزاره، وهيدا يعني جزء من ال، اذا في اخطاء على مستوى الجيش يجب ان يتم معالجتها وتصحيحها، هذا شيء صحيح. بس بذات الوقت كمان الحكي اللي انحكى والكلام اللي على الكبير اللي عم ينقال اكيد هذا مش مقبول. هلا في نواب محميين بحصاناتهم بيحكوه، شوف له، خلي الراي العام يحاسبهم. على كل حال للاسف انتهى الوقت، ولكن للحديث تتم في حلقات لاحقه طبعا معك عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب علي عون. شكرا على تلبيتك الدعوه. شكرا لك. ومشاركتنا بهالحلقه، مشاهدينا شكر كبير لكم ولمتابعتكم، والى اللقاء.
قربت تنحل. ليلى بعد الاخبار على الجديد. برنامج قربت تنحل